البسكيتات هون مخيم يعني هي ايدينا ورجلينا بالنسبه للاجئ السوري كونه ما في وسيله نقل للمخيم غير البسكيتات واضطرينا نشتغل بسكيتات. كان عندنا قبل سوريا كطفولة يعني كان عندي نظرة بالبسكيتات كدراجة هوائية كنا نلعب عليها واحنا صغار وكبرنا وصارت كمان رجعنا نفس الشيء كأنه صغار رجعنا نفس الروتين صرنا نركب بسكيتات ونرجع نفس أول كونه هي يعني وسيلة نقل بمخيم ما في غيرها وسيلة النقل بمخيم بسكيتات. المحلات التجارية بالبداية كانت تعتمد على تصليح الدراجات الهوائية وبيعها بشكل قليل بالبداية، لكن مع تطور الأيام وبالإضافة لتحسن حياة المخيم وزيادة الخدمات اللي فيها وزيادة عدد سكان المخيم أصبحت هي الوسيلة الرئيسية للتنقل داخل المخيم وانتشرت بشكل كبير داخل المخيم لدرجة أنه حاليا بتوفر داخل المخيم مش أقل من 10 محلات لتصليح وبيع الدراجات الهوائية وأكثر من 5000 دراجة هوائية بيستخدموها اللاجئين داخل المخيم. البسكليت هي الوسيله الوحيده للتنقل، الواحد يتنقل فيها بالنسبه للرجال للشباب، يعني بتاخذنا على المول، بتاخذنا على المفوضيه، بتاخذنا على الحمايه، بتاخذنا على مركز على الزياره، هي الوسيله الوحيده اللي موجوده بالمخيم نتنقل فيها. البسكيت مهمة جدا جدا، يعني كل عائلة لازم يكون عنده بسكيت أو بسكليتين. اللي عنده طريقة عمل مثلا يذهب شو على البسكليت، ما في غير يذهب البسكيت ويكون نفس الشيء. يعني وسيلة نقل كسيارة نعتبرها سيارة المخيم، يعني في ناس متطورة على البسكليت مهتمتها كأنه سيارة على دور قبل بسورية وكذا والبسكليت هي يعني إيدينا ورجلينا المخيم، ما في غير وسيلة نقل وروح نرجع عليها. أطفال كمان صرنا يعني نعتبر احنا كاطفال ايام نركب البسكليت قدام الناس او هاي، احنا الزلمه عمره 60 سنه ولا عمره 10 سنين راكب بسكليت، يعني صار شغله عاديه طبيعيه جدا جدا يعني. هاي لحالها انت طبعا هاي 5 ونص على النص.